جانب من مراسم حفل تخرج الدفعة 53 بالمدرسة العليا للطيران الشهيد جبار الطيب بوهران التي أشرف عليها السيد اللواء محمود العرابة قائد القوة الجوية. بعد تفتيش التشكيلات المتخرجة التي تضم طلب ضباط إلى جانبهم طلب من دول شقيقة، ألقى السيد العميد حكيم نصر الدين كلمة بالمناسبة ذكر فيها بالمحاور الكبرى للتكوين والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها المتكونون. إننا إن ننوه بالجهود المبذولة على مستوى مدرستنا، فإن أعين الجميع تتجه تلقائيا إلى ثمرة هذه الجهود، أي إلى النساء والرجال المتخرجين، والأكيد أن جهود مدرستنا لا تكتمل إلا بنجاح المتخرجين منها. بعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. ليسلم العلم من الدفعة المتخرجة إلى الدفعة الجديدة. وبطلب من الدفعة المتخرجة لتسمية دفعتهم باسم الشهيد ساعد هاشم عمار عائشة، تم إعطاء الموافقة من طرف السيد اللواء قائد القوات الجوية. ليختتم الحفل باستعراض جوي من أداء طيارين أبان عن كفاءتهم، انضباطهم وبسالتهم، إضافة إلى استعراضات عسكرية نفذها المتخرجون على أنغام الموسيقى العسكرية. على هامش الاحتفالية تم تكريم عائلة الشهيد ساعد هاشم عمار عائشة نظير تضحياتها في سبيل الوطن والتوقيع على السجل الذهبي.